السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من بين قوسين، خصصناها اليوم عن عيد رابع على الأبواب واليمنيون بلا رواتب في ظل الأزمة والحرب. للعام الرابع على التوالي يعود العيد ولا جديد في حياة الناس، النازحون يزداد عددهم وظروفهم تزداد سوءاً، والصامدون يعانون ويلات الحصار والقصف والفاقة نتيجة نضوب وتوقف مصادر الرزق. للأسف يعود العيد هذه المرة والحكومة عاجزة عن الإيفاء بمسؤولياتها تجاه المواطنين في المناطق المحررة، لا رواتب، لا خدمات منتظمة، ولا حتى إغاثات تغطي الاحتياجات. في المقابل تشكو الحكومة من تقويض صلاحياتها وعدم توريد الموارد لخزينتها العامة، فلا تزال الدولة ومسؤولوها ممنوعين حتى من التواجد في بعض المناطق المحررة وإدارة بعض الموارد السيادية كتصدير النفط والغاز وغيره. في حلقة اليوم من بين قوسين نناقش كيف سيقضي الناس العيد الرابع نازحين ودون رواتب في ظل انعدام فرص العيش والاستقرار المعيشي واتساع رقعة البطالة وزيادة فجوة الاحتياج الإنساني. ما هي البدائل المتاحة وما المنتظر تقديمه من الحكومة والمنظمات الدولية والتحالف إزاء ضحايا الحرب؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها مع ضيوفنا في هذه الحلقة. سيكون معنا من المأرب عبر الأقمار الاصطناعية الصحفي حسين الصوفي، ومن إسطنبول الباحث الاقتصادي حسام السعيدي، ومن الحديدة الناشطة في المجال الإنساني منال القائد. قبل النقاش فاصل قصير. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وارحب بضيفي عبر الاقمار الصناعي من مأرب الصحفي حسين الصوفي. مساء الخير. مساء الخير استاذ بشير عليك وعلى مشاهديكم الكرام، وكل عام وانتم بخير. وانت بخير وعافيه. استاذ حسين، في البدايه برايك ما هي التحديات التي تواجه اليمنيين مع قدوم العيد بلا رواتب، استمرار الازمه واستمرار الحرب؟ أعتقد أن هذا موضوع مهم جدا وحساس، ونشكركم على فتح مثل هذه القضايا لأنها تهم الناس، وهي من أهم الأولويات التي يمكن أن نشغل بها الحكومة وأيضا أن نشغل بها الجهات المعنية بالملف اليمني. ما أشرت إليه أستاذ بشير، الكارثة الكبرى لا تزال التحدي الأكبر أمام اليمنيين، والذي ينقص عليهم حياتهم وأيضا يعبث بكل يعني الحياة اليومية لليمنيين بشكل عام هو الانقلاب. لا يزال اليوم اليمنيون يدفعون ثمن هذا الانقلاب، وتأخر الحسم يدفع ثمنه الشعب اليمني بكل أطيافه، سواء كانوا من لا يزالون تحت سيطرة ميليشيا الحوثي أو من الذين هم نازحون في كثير من المحافظات، والذين أيضا يعني أصبحوا الآن ضحايا أشد من هذين الطرفين، الذين هم مثلا يقبعون خلف السجون ومن ذوي المختطفين وأيضا ذوي المختطفين، وخصوصا نحن نتحدث عن الصحفيين وعن المختطفين بشكل عام. وبالتالي أعتقد أن هذه من أهم التحديات التي تواجه الشعب اليمني، أن الانقلاب هو الذي حرمه الرواتب، هو الذي ألقى بهم في السجون، هو الذي شردهم ويعني شتت الأسر والعائلات، وهذه هي معضلة لا تزال إلى الآن ربما تعجل أو تطالب بإلحاح بضرورة الحسم أو ضرورة إنهاء الانقلاب بشكل عاجل. نعم، لكن مع هذه الظروف الصعبة أستاذ حسين، نجد الحكومة أكثر من مرة تصرح بأنها ربما مر العيد الماضي والعيد اللي سبقه والآن يجي العيد، ربما العيد الرابع الآن يمر، وهناك وعود من الحكومة بأنها ستصرف رواتب. أتحدث عن الأماكن التي تخضع لسيطرة الميليشيا، وتقول بأنها ستصل يعني ولو حتى راتب إكرامية في رمضان أو غير رمضان، لكن للأسف لم يرى النور أي من تلك التصريحات لها للناس الموظفين ويتبعون الدولة في مناطق سيطرة الحوثيين. برأيك لماذا توعد الحكومة ومن ثم تتنصل من هذه الوعود؟ بالتأكيد أستاذ بشير، لو تحدثنا مثلا يعني قراءة موضوعية ربما لن يفهمنا الناس المعوزون، ولن يفهمنا أصحاب الأسر والآباء وأيضا مسؤولية يعني أولياء الأمور وأيضا الأطفال والمحرومين والذين لهم ارتباط بهذه التصريحات بين الحين والآخر، لن يفهمونا إن تحدثنا بشكل موضوعي. وأيضا
لا نريد أن نبدو كمبررين للحكومة، لكن ربما دعنا من باب الإنصاف، ربما لو تذكرنا كان هناك تصريح قبل يمكن عامين أو عام ونصف للدكتور أحمد عبيد بن دغر، ذكر أن كان يعني عندما زار الرئيس هادي الولايات المتحدة ذكر أحمد عبيد بن دغر بأن هناك توجه ومخاطبة للأمريكان بفتح الحسابات حسابات البنك المركزي التي كانت ستحل هذه المشاكل، مشاكل الرواتب وغيرها من أيضا موازنة الحكومة وغيرها. يعني نحن نعيش حرب، هذه حرب، الحرب الاقتصادية للأسف الشديد الحكومة عجزت في إدارتها، عجزت في التحكم بها. نعم هناك ضغوط عليها، هناك مثلا تعقيدات دولية نعم، لكن ما فشلت فيه الحكومة أنها لم تستطع أن تشكل يعني ما كنا نطالب به بحكومة حرب، وهذه الحكومة مسقرة تعمل في الأولويات، في أولويات الحكومة، أولويات التي تمس حياة الناس خصوصا، وأن هناك مماطلة من قبل المجتمع الدولي في حسم المعركة في اليمن مع الانقلاب، وهذا بات واضحا وتصرح به الجهات الدولية والقوى العظمى ليل النهار، هم لا يأبهون للمواطن اليمني. وبالتالي ما ذكرته أنت التوجيه اللوم اليوم للحكومة، الحكومة كان المفترض أن لا تغرق في الملف السياسي بشكل عام، كان يجب أن تشكل لها طاقما في الجانب الإنساني والجانب الاقتصادي ليتم حل هذه ومعالجة هذه الأوضاع وتوفير بدائل. يعني أمام الحكومة ألف بديل ل يعني توفير رواتب وتأمين رواتب الموظفين، وأيضا أمامها ألف بديل لو هناك يعني استطعنا أن نقول يعني تخصيص فريق ذو قلب حي ويقظ وأيضا قريب يعني عنده إنسانية عالية كان ستحل مثل هذه الإشكاليات، لكن للأسف الشديد هم يقرقون في الجانب السياسي بشكل عام ووقعوا ضحية هذه التلاعب الدولي، فلا تم حل الملف السياسي ولا أيضا استطاعوا توفير الجانب الإنساني بما فيها الإفراج عن المختطفين أو إجبار المبعوث الأممي بزيارة السجون وغيرها، وهذه لا تزال إشكالية أمام الحكومة. ونجدد المطالبة بتشكيل حكومة حرب، تشكيل خلية تعالج الأولويات، تعيد ترتيب الأولويات بناء على هذه المعطيات التي تراوح فيها البلد منذ 3 سنوات. نعم، هل يعني الحكومة عاجزة عن صرف ولو حتى راتب إكرام للناس بمناسبة العيد، بمناسبة حلول رمضان؟ يعني هل يعقل أن الحكومة أصبحت عاجزة حتى عن تدبير راتب شهر واحد فقط لهؤلاء الموظفين على الأقل في هذه المناسبات؟ ليست عاجزة، الحكومة تستطيع أن تفعل ذلك، تفعل الكثير. الحكومة كانت تستطيع أن تصرف الرواتب بشكل آلي، بشكل يومي. الحكومة لديها موارد، إن تحدثنا لو كان هناك توفير لصندوق مثلا، بعيدا عن المعمعة، ولست أنا خبيرا في الشأن الاقتصادي وأنظمة البنك وغيرها، لكن هناك ما نستطيع أن نجزم به أن هناك حرب على اليمن، حرب بما فيها الحرب الاقتصادية، وهي من أهم وأخطر الحروب التي تخاض ضد الحكومة الشرعية وضد اليمنيين بشكل عام. هناك حرب باتت واضحة، لم يتم فتح يعني حسابات البنك المركزي التي لا تزال مغلقة في كثير من الدول، في البنك الدولي وغيرها. هذه الحرب أيضا وضحت معالمها في ملاحقة ومضايقة محافظي البنك المركزي الأول ثم الثاني، وأيضا اشتراطات هنا وهناك. هذه الحرب أيضا بدت ملامحها في إصدار لجنة الخبراء الدولية التي أصدرت تقريرا وقالت أن الحوثيون يربحون ويوفرون يعني مجموعة مليار، يعني أكثر من 34 مليار، ربما الرقم قريب من ذلك، الذي رصدته لجنة الخبراء التي يعني تعود إلى خزينة الحوثيين من غير هذه من الاتصالات وبعض الضرائب، ناهيك عن المجهود الحربي الذي يسمونه، وناهيك عن أيضا المرتبات التي كانت هناك احتياطي لدى البنك المركزي في بند المرتبات، التي هي عادة في الدول الفاشلة تصنف لدى بعض الدول، في الدول الفاشلة تظل لها رواتب لموظفيها لأكثر من 5 سنوات، هذه في بتصنيف الدول الفاشلة، فكيف يعني خزينة اليمن ومواردها التي كانت تأتي من هنا وهناك. لكن
هذا لا يبرر عجز الحكومة، الحكومة عجزت في أن تعالج هذه القضايا، في أن تخترق هذه الأزمة، وإلا لما كانت حكومة. يعني لو كان، لو استمعنا إلى شكاوى الحكومة واكتفينا بشكاوى الحكومة، ما الفرق بين الوزراء وبين المواطن العادي؟ اليوم لا يوجد أي فرق، يعني نحن نستطيع أن نتفاهم هذه القضايا، والمواطن وأطفاله وأبنائه والصغار يعني يتكلمون بهذه الأمور وباتت واضحة. لكن الفرق أن الحكومة لم تستطع أو لم تحرك ولم تفعل جهاز يستطيع أن يخترق هذه التعقيدات بكلها، وأمامهم فرص كبيرة. لو يعني لو كان هناك مثلا توفير، لا نستطيع أن نقول يعني إحساس يقظ، لكن لو كان هناك توفير فريق خاص بهذه القضايا ربما لأنجز ما عجزت عنه الحكومة إنجازه. نعم، طيب ابقى معي استاذ حسين ونشارك معنا في الحديث الباحث في الشان الاقتصادي الاستاذ حسام السعيدي من اسطنبول. مساء الخير استاذ حسام. مساء النور، اهلا وسهلا بك وبكل المشاهدين. اهلا بك استاذ حسام. من نظره اقتصاديه وانت مهتم بالجانب الاقتصادي، لماذا برايك الحكومه اكثر من مره تصرح بانها ستصرف رواتب الموظفين في المناطق التي تخضع لسيطره الميليشيا، ثم بعد ذلك تعجز على الايفاء بتلك الوعود؟ ما هي المبررات التي يمكن فعلا حالة دون أن تفي الحكومة بوعودها من ناحية اقتصادية أتحدث هنا؟ الحقيقة القرار يعني مشروط، والالتزام الذي تقدمه الحكومة هو مشروط دائما، مشروط بوصول الإيرادات التي تستخدمها أو التي تحصل عليها ميليشيا الحوثي إلى البنك المركزي في عدن. نعم. هذا الشرط تقريبا كان شرط أساسي بالنسبة للحكومة، ومع ذلك لأنه الحقيقة ليس من العدالة أن تقوم الحكومة بدفع المرتبات للجميع بينما يستلم الحوثي مبالغ أو الحوثيون يقومون باستلام وتحصيل مبالغ مهولة كبيرة جدا من مؤسسات إرادية مختلفة ويصرفونها على كوقود حرب، بينما الحكومة تتحمل التكاليف الإنسانية كاملة. هذه هي وجهة النظر، وفي حال وماذا بالمواطن استاذ حسام يتم توريدها الى صنعاء ستقوم الحكومه بدفع هذا المبلغ، هذه وجهة النظر. لكن هناك نقطه اخرى في هذا دعني اشير اليها. مثلا هناك بعض الجهات تقوم الحكومه بصرف مبالغ بشكل منتظم مثل جهاز القضاء. اصدر الحوثيون منذ فتره تعميمات متواصله تمنع استخدام العملات الجديده المطبوعه القادمة من مركز عدن، وعدم التعامل يعني بين قوسين بالأموال القادمة من عدن. حتى الموظفين النازحين الذين يذهبون إلى عدن ربما يستلم مبالغ معينة، يقوم الآن الحوثيون أصدروا تعميمات بعدم استخدام هذه المبالغ. وبالتالي المشكلة ليست فقط الحقيقة من طرف الحكومة، هناك قضية أخلاقية يجب أن يعني أن نتحدث عنها، أنه لا يجب أن يستلم الحوثيون الأموال ثم يأخذونها وأيضا يصادروا حتى ما تصل إلى المواطن أو إلى شريحة معينة من الموظفين من أموال. إذن هذه هي الحقيقة أس أو جذر القضية بالتحديد. القضية أيضا سياسية وذات بعد سياسي، وبالتالي الحكومة يجب عليها أن تصرف عن نعم الأموال، وهذه هي التزامها الذاتي. ولكن أيضا نتوقع نحن في الحقيقة إذا ما يعني تم السيطرة على مدينة الحديدة أن تبادر الحكومة إلى صرف يعني مبالغ أو مرتبات الموظفين في مناطق أوسع من الدائرة التي تقوم بصرفها الآن، لأن السيطرة على مدينة الحديدة يعني حصول الحكومة على إيرادات كبيرة كان يحصل عليها الحوثيين. نعم. وهذا الأمر سيجعلها يعني في مواجهة المجتمع بأنكم الآن تحصلون على كثير من الموارد ويجب أن تقوموا بدفع المرتبات. نعم. نعم، هذا المنع الذي تقوم بها الميليشيا كما تحدث أستاذ حسام في المناطق التي تخضع لسيطرها بعدم استخدام العملة الجديدة التي طبعتها الحكومة الشرعية، هل هو نوع من أنواع الابتزاز للصرافين أو للمواطنين في هذه المناطق، أم هي من نظرة للحفاظ على الاقتصاد كما يدعون؟ الحقيقة هناك نقطتين أنا أريد أن أشير لهم أيضا. النقطة الأولى التي ذكرناها، النقطة الأخرى أن الحوثيون قاموا بتشكيل لجان من وزارة الخدمة المدنية. هذه اللجان الحقيقة حوثية تقوم بالنزول إلى المؤسسات وإدعاء يعني البصمة والإشراف على وجود الموظفين وإلى آخره، وصرف نصف مرتب للموظف يعني يتبعه عديد من الإجراءات. مثلا في محافظة إب كانت اللجنة تقريبا مكونة من 5 أشخاص وذهبت فيهم في ظرف يوم أو يومين ولم يلحق الكثير من الموظفين من البصمة والإجراءات التي يطلبوها، وبالتالي تم توقيف مرتباتهم. هناك عمليات ابتزاز وعمليات إحلال لموظفين وموالي للميليشيا مقابل أدنى عذر. الحوثيون يريدون من المواطن أو من الموظف عفوا أن يعمل بالسخرة لديهم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية بالنسبة لموضوع التعامل بالعملة، هو الحقيقة لديه بعدين. البعد الأول
مسألة أنه يعني أن الدولارات أو العملات الأجنبية تنضب من المناطق التي تسيطر عليها الحركة الحوثية وتتوجه المقابل إلى المناطق التي تسيطر عليها البنك المركزي في عدن، هذا الأثر الاقتصادي. ولكن الحقيقة هناك ابتزاز وهناك حالة يعني نتوقع يعني أن كثير من الصرافين الآن الموالين للحوثيين هم الوحيدين الذين سيكونون مخولين بجمع هذه المبالغ ومن ثم توريدها بطريقة أو بأخرى إلى عدن، والحصول بالتالي على فوارق معينة، يعني إنشاء سوق سوداء حتى ما يخص النقود. إضافة إلى ذلك، إذن هي فقط هي لعبة، هي لعبة فقط من أجل أن يعني ينهبوا هذه الأموال ويستخدمونها هم، ليس الغرض آخر. نستطيع أن نقول يعني قد تكون هذا الأمر صحيحا إلى بنسبة ما، يعني صحيحا إلى حد ما. أيضا هناك سينتشر غدا أو بعد غد مثلا في المحلات التجارية لدى الصرافين أشخاص يمثلون الحوثيين بادعاء مشرف يصادرون هذه المبالغ، وهل سيتم مصادرتها فعلا؟ في تصور الشخصي لن تتم مصادرتها، وهناك قنوات سرية تتم توريد هذه المبالغ إلى مناطق ما في المناطق التخضع للسيطرة الشرعية والحصول على هذه الأموال. نعم. هذه هي خلاصة. هناك نعم هدف بالنسبة لهم، هدف اقتصادي معين، ولكنه الحقيقة في نهاية الأمر الحكومة هي التي تتحكم بكل منافذ البلد فيما يخص ما عدا طبعا الحديدة، فيما يخص الاستيراد والتصدير، وهناك أيضا لجنة الرقابة، وبالتالي المحافظة على النقد في جزء معين أو المحافظة على العملة في 3 أو 4 محافظات كلام غير سليم، لأنه في النهاية القرار والأثر سيكون أثر جماعي. نعم. طيب ابقى معي أستاذ حسام وأيضا الأستاذ حسين، سنذهب الآن مشاهدينا الكرام لمتابعة أرى عن كيف سيقضي الناس العيد في ظل العام الرابع من الانقلاب وظروف الحرب، ومن ثم نكمل الحديث، ابقوا معنا. بالنسبة لمواجهة المواطنين في تعز العيد في صعوبة بالغ الصعوبة، حيث انقطاع الرواتب لمدة طويلة والناس تعاني أوضاع صعبة والمحافظة محاصرة، فأعتقد أنه لا عاد يوجد عندنا أبناء تعز عيد، إنما بنحاول نستطيع نوجد فرعة من لا شيء، نحاول نوجد يعني نسعد انفسنا بان لا شيء بلا رواتب والوضع حرب والحصار برغم كل شيء، لكن ان شاء الله سوف يكون عيد. سوف نزرع الفرحه رغم ما بنا من احزان ومآسي في محافظه تعز المنكوبه الذي محاصره من قبل الميليشيات الحوثيه، ولكن رغم هذا سنعيش اجواء العيد كاي عيد ماضي، ولكن رغم انقطاع الرواتب لكننا سنعيش ان شاء الله في سعاده، وسوف نتزاور بيننا ونتزاور ارحامنا ونعيش العيد كما هو عيد. في ظل هذه الأوضاع التي تعيشها مدينة تعز، انقطاع الرواتب، انقطاع الخدمات في جميع المجالات، يعيش المواطن في مدينة تعز أوضاع مأساوية. يأتي العيد في ظل حصار خانق على مدينة تعز، في انقطاع الرواتب وفي الخدمات المعيشية، ارتفاع الأسعار، والذي نسأل من الله عز وجل أن يعين الناس على قضاء إجازة العيد خلال الفترة المقبلة. يأتي العيد على موظفي القطاع الحكومي ويمثل لهم معاناة مأساة، حيث أن الراتب كان شريان الحياة الوحيد. نناشد كل من له يد أن يوجه بسرعة صرف الرواتب لهؤلاء الشريحة، كونهم يمثلون الشريحة الأكبر في المجتمع. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأعود إلى مأرب عبر الأقمار الصناعية مع الأستاذ حسين الصوفي. أستاذ حسين، إذن حجم المسؤولية الآن التي يفترض على الدولة أن تتحملها أمام موظفيها وهو التزام أخلاقي، برأيك إلى متى سيستمر على هذا الحال؟ أتفق كثيرا مع ما طرحه الأستاذ حسام، والمسؤولية لا يمكن إعفاء الحكومة منها على الإطلاق، لكن لا نريد أن نتحول إلى جلادين أن نجلد الحكومة فقط وأن نتقاضى عن الجرائم التي تمارسها ميليشيا الحوثي، وهي ربما أم الجرائم الانقلاب، ومن يدعمه ومن يؤيده ومن يقف معه، سواء كانت الحرب الآن على المدنيين واستهدافهم بالقذائف والصواريخ، أو الحرب على الحريات واختطاف الناس وأيضا يعني قتلهم تحت التعذيب، أو الحرب الاقتصادية التي تتم اليوم وهي من أشد الحروب التي يدفع ثمنها الشعب اليمني، وهي أيضا يعني ربما هي سياسة ممنهجة تستخدمها بعض الأطراف بما فيها أطراف دولية من أجل الضغط على الشعب اليمني وعلى الحكومة اليمنية أيضا، وهي انتهاز من أجل تحقيق مكاسب وأيضا حماية الحوثيون الذين هم يعتبرون الذراع الآن المنفذ لبعض القوى الدولية التي تعبث بخيرات البلد وأيضا أمنها واستقرارها. وبالتالي كما ذكرت أنا سابقا أنه لا يوجد
إعفاء الحكومة على الإطلاق لأنها لم تشكل فريق، لم تستقل الفرص الممكنة، لم تخترق هذه التعقيدات وفي أيديها أوراق كثيرة. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، كان أمام الحكومة أكثر من فرصة لتشغيل بعض الموانئ، مثلا مثل ميناء عدن، مثل ميناء المكلا، مثل الموانئ التي لا تزال أو لم تصل إليها الميليشيا الحوثي، وهذه الموانئ لم تستفد منها الحكومة على الإطلاق، بل بالعكس يعني يجري العبث بها يعني ليل نهار. أيضا هناك فجوة كبيرة، أو هناك ربما ثقافة ظهرت بشكل كبير، روتين ممل أمام الإجراءات التي تعيشها الحكومة نتيجة بعدها عن المواطنين أو بعدها عن الداخل. لم يتم فتح مكاتب للحكومة وللوزارات في المناطق المحررة، وبالتالي أعتقد أنهم هذا واحد من الأسباب النفسية ربما والذهنية. الوعي لدى الحكومة أصبح مرتبط بالجانب السياسي، وكيف عندما يروا تحركات للمبعوثين الأمميين يأتون ويذهبون، لكن بعدهم عن الداخل، بعدهم عن المواطن اليمني أبعدهم ربما ذهنيا ونفسيا، وما وصلوا إليه من سلوك بعيد عن الجانب الإنساني والمعيشي للمواطن اليمني. وهناك أيضا فساد مستشري بشكل واضح لدى الحكومة، برغم ما تعاني من هذه يعني شحة الإمكانات وغيرها، أيضا من الحرب الاقتصادية، هناك أيضا فساد إلى جانب ذلك، وبالتالي هذه ربما مشاكل لدى الحكومة. لكن يبقى الجريمة الكبرى هي ما يقوم به الحوثيون في صنعاء وفي المناطق المحررة من عدم صرفهم الرواتب برغم أنهم قادرون، من تحويل الرواتب مرتبات الناس إلى أسلحة يقتلون بها الشعب اليمني في الأعياد وغيرها، وتجويعهم وحرمانهم وقتلهم وتعذيبهم، وهذه تعتبر جريمة كبيرة وهي أم الجرائم كما ذكرنا، لكن لا يعفى الطرف الشرعية من المسؤولية. نعم، طيب نشرك معنا في الحديث من الحديدة الناشطة في المجال الإنساني منال قائد. مرحبا بك أستاذة منال. مرحبا، أهلا بك أستاذة منال. كيف يستقبل الناس في الحديدة هذا العيد في ظل الحرب، في ظل الأزمة والوضع الإنساني الصعب؟ هذا هو العيد الرابع فعلا. الناس تعودت وتكيفت على الظروف، انقطاع الراتب، على تردي الوضع الأمني، لكن الهاجس الأمني حاليا هو الأكثر سيطرة على حياة الناس ومشاعرهم، والوضع ازداد سوءا كمان مع كميات النازحين القادمين من منطقة الساحل الغربي. تقريبا في الحديدة ما نقدرش نقول إنه في استثناء للوضع الإنساني السيء، الكل بيمر بظروف سيئة. نعم، إذا الآن الهاجس الأمني تغلب على الهاجس الإنساني مع قدوم قوات الجيش الوطني والمقاومة على مشارف الحديدة. هاجس أمني مرتبط بالدعاية المنتشرة والأخبار أحيانا اللي تكون مش أكيدة، أو يتداول الناس أخبار. الآن قبل قليل كنت شاهد الفيس وأتابع أن هناك اقتحام وهناك أصوات دبابات وقذف طائرات، لكن الحقيقة أن اللي حاصل هذا ما في شيء الآن في المدينة، لكن هذا يعمل ضجة وسط الناس. الهاجس الوضع الأمني متدهور جدا في مديريات الطائف، في مديرية الدريهني، في قرية الطائف، الفازة، تحيتة، الاشتباكات فوق رؤوس المدنيين، النزوح كان كبير جدا. أمس وصلت أسر حوالي 86 أسرة نازحة وصلت إلى مدينة الحديدة، هذا عبء كبير على المدينة. نعم، عبء إنساني كبير. نعم، إذن أمام هذا التوجس أستاذة منال، الناس في مدينة الحديدة على وجه التحديد، يعني هل بدأت الناس مثلا تنزح خوفا من وجود معركة في هذه المدينة؟ هل هناك من بوادر يعني رسائل تطمينية على الأقل، أم الناس في حالة رعب؟ ما هو حال الناس في الحديدة في المدينة أتحدث؟ تقريبا الناس لا تملك يعني فرصة النزوح خارج المدينة. نعم. أو بالأصح يمكن كمان لا تثق كثيرا، يعني فكرة النزوح أصلا كمان خطرة. احنا الان النزوح يتم الى داخل المدينه من المديريات الواقعه خارج المدينه والتي تقع فيها الاشتباكات، نزوح كامل الى داخل المدينه، لكن نزوح خارج من المدينه موجود لكن بشكل بسيط جدا. نعم، الناس تنتظر ومترقبه ما الذي سيحدث، كلنا ننتظر. نعم، مظاهر العيد منال التي كانت في السابق، هل لا زالت ملامح العيد موجوده؟ يستقبل الناس العيد ما يحتاجونه في العيد، أم اختفت تماماً مع هذه الأزمة والحرب في الحديدة؟ لا، انخفض سقف الاستقبال العيد كثير.
بسبب تدهور الوضع المعيشي، الناس من غير رواتب يعني، والأسعار ارتفعت بشكل كبير، وصار في أولويات لتوفير المأكل والمشرب، يعني الاستقبال العيد هذا صار كأنه من الكماليات. نعم، ميليشيا الحوثي أعلنت بأنها ستسلم للناس نصف راتب في رمضان، وهناك كشوفات تم التسجيل. إلى أي يعني وصل هذا الترقيم والتسجيل من أجل صرف نصف راتب؟ هل تم أم لم يتم؟ تم استلام نصف راتب لبعض الجهات يعني بفترات متباعدة، نصف راتب فقط، لكن نصف راتب هذا هو مش حق، هذا واجب أنهم يسلموا الرواتب بشكل شهري. نصف راتب إيش يعمل يعني؟ نصف راتب أقل راتب دولة، أقل راتب للموظف في الدولة هو 30,000، إذا بيستلم 15,000 إيش بيعمل فيها؟ صحيح صحيح، وضع صعب أخت منال. إذن ابقي معي أستاذة منال، سأعود إلى الأستاذ حسام السعيدي الباحث الاقتصادي. أستاذ حسام، إذن العذر الذي تحدثت عن بأن الحكومة كلما يعني أرادت يعني صرف رواتب أو كذا تقول يجب على ميليشيات الحوثي أن تورد الموارد إلى البنك المركزي في عدن والحكومة تتحمل، لكن سمعنا أكثر من مرة بأن الحكومة يعني تقول بأنها ستدفع راتب للموظفين على الأقل في المواسم والمناسبات الرسمية كرمضان أو العيد، بعد ذلك يعني ينتظر الناس ثم لا يحصلون على شيء، فقط يعني تصريح لوسائل الإعلام للاستهلاك الإعلامي فقط. يعني الحكومة إذا كانت عاجزة عن صرف هذه الرواتب للناس، إذن لماذا تؤمل الناس وتوعدهم بأنه سيتم صرف راتب ثم بعد ذلك تتخلى عن هذه التصريحات؟ أستاذ حسام، ربما فقدنا الاتصال بالأستاذ حسام السعيد، يعود للأستاذ حسين الصوفي. أستاذ حسين الصوفي، حسام هل تسمعني؟ نعم، لكن هل تتكرم بإعادة السؤال لما سمعت؟ نعم، كنت قد سألتك يعني برأيك وقراءتك لماذا الحكومة أكثر من مرة تصرح بأنها ستصرف راتب للناس وللموظفين في المناطق الخاضعة على سيطرة ميليشيا الحوثي، خاصة في المناسبات العامة كرمضان والعيد، بعد ذلك تتنصل من هذه الوعود، ما هو السبب برأيك؟ الحقيقة المشكلة ذات شقين. البعد الأول هو بعد اقتصادي مرتبط بمشكلة الشرعية والحكومة نفسها في تحصيل الإيرادات وإمكانية صرف هذه المرتبات وانسياب العملية الاقتصادية وتحصيل الموارد وصرفها وفيما يخص المرتبات أيضا. هذه أيضا النقطة الأخرى هي نقطة تقنية سياسية، تقنية في امتلاك قاعدة البيانات وكيفية إيصال هذه المبالغ وكيف يمكن يعني التأكد من أن هذه الأموال فعلا تذهب للموظفين وإلى آخره، وسياسي أيضا بعد أنه يحمل فكرة لماذا يجب على الحكومة أن تدفع بينما يقوم الحوثيون بالحصول على الأموال. التصريحات ربما أنا في تصوري الشخصي أو كقراءة كانت يعني على الأسف حين ربما ضرورة مرحلية أو سياسة اتخذتها الحكومة لنقل البنك المركزي ثم تنصرت عنها بعد ذلك، حيث كمراقب لم تكن تصريحات الحكومة مشروطة، كانت التصريحات في البداية تصريحات تقول بأنه سيتم دفع المبلغ بالكامل أو عفوا دفع المرتبات لجميع الموظفين، ثم بعد ذلك وضعت الشروط الحكومة تباعا. نعم. لكن كما ذكرت ربما هذين هما السببين الرئيسيين، أنه سبب ربما اقتصادي بسبب أنه الحكومة نفسها غير مهيئة الحقيقة لهذا العمل دفع المرتبات بشكل عام وبشكل منتظم. نعرف بأن مرتبات أو الأموال المطبوعة أحيانا يتم احتجازها في الموانئ وإلى آخره لفترات طويلة، يعني لا يوجد الحقيقة كفاءة في الحكومة في هذا الجانب من جهة، أو ربما عدم اهتمام أو إهمال لهذه المشكلة، ومن جهة أخرى الحقيقة لا توجد إرادة سياسية لأن القضية مرتبطة بتسليم الحوثيين للموارد. هذه القضية ربما في البداية لم تكن واضحة، لكن الآن ربما أصبحت واضحة تماما من تصريحات المسؤولين الحكوميين بأنهم لن يقوموا بتسليم المرتبات إلا في حال وصول الموارد إلى خزينة الدولة. ربما هذا أصبح قرار حكومي سيتم المضي عليه حتى فترة طويلة. نعم. طيب نعم، طيب أستاذ حسام، مع هذه الأزمة، مع هذه الحرب، مع الوضع الإنساني الصعب، نجد بأن الأسعار كل يوم ترتفع بشكل جنوني ولا يتم حتى يعني ضبط ترمومتر الأسعار في المناطق سواء المحررة أو حتى الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي. برأيك يعني هل يعني مسألة الرقابة والمحاسبة انتهت في المناطق المحررة وأيضا في مناطق ميليشيات الحوثي؟
نستطيع القول بأن دور الحكومة في الجانب الاقتصادي ربما يكون قريب من الصفر. لكن هناك خبر مبشر الحقيقة خلال هذه الأيام يتم تداوله بأن البنك المركزي قد توصل إلى آلية في فتح المستندات والاعتمادات المستندية لدى البنوك الأخرى، وبالتالي تسهيل عمليات الاستيراد وأيضا حصول التجار على العملة الصعبة وإعادة تغطيته. الحقيقة يعني أقصد البنك المركزي للاستيراد في مجال القمح والأرز يعني المواد الأساسية. هذا الأمر الحقيقة ربما يخلق توازن في ويقلل من معدل التضخم في السوق، يعني سيكون هناك طلب على العملات الأجنبية أقل في السوق، وبالتالي قيمة العملة ربما تنخفض إذا فعلا صدقت النوايا وكان هذا القرار أو هذه الأنباء كانت صحيحة. نحن الحقيقة اطلعت على أنه ندوة قام بها البنك المركزي وعلى نتائجها وكانت في هذا الصدد، وقرأت أيضا منذ أيام عن ربما قرب تفعيل هذه الآلية، ونحن نستبشر خيرا إذا تم تفعيل هذه الآلية فعلا، فإن ربما يكون هناك شبه نقول استقرار تام ولكن استقرار جزئي في مستوى الأسعار الحقيقة، وهذا أمر جيد. المشكلة الحقيقة أنه الرقابة الحكومية ولا توجد آلية سلسة لانتقال السلع أيضا، يعني مثلا انتقال الغاز أو انتقال المحروقات أو حتى انتقال المواد الغذائية بين أجزاء الوطن كاملة. هناك قيود جغرافية، هناك قيود تفرضها الحرب، وهناك أيضا بطء في اتخاذ القرار السياسي نتيجة يعني لأسباب معروفة، وبالتالي هذه المشاكل المجتمع هي التي تخلق هذا النوع من عدم الاستقرار. الاستقرار والعملية الاقتصادية بحاجة إلى قرار اقتصادي سريع وإلى حكومة مستجيبة، بمعنى أن الحكومة تكون قريبة من الواقع ولديها أدوات التدخل في الواقع، وأيضا هي مستجيبة لردات الفعل الموجودة في الشارع، قراءة ما الذي يحدث في الشارع، وبالتالي اتخاذ إجراءات للحد من مشكلة ما أو لمواجهة مشكلة ما أو حتى يعني تفعيل جهاز معين أو عمل جهاز معين. هذه الإطار تقريبا منتهية، وكثير منها مع الأسف كانت متركزة طبعا قبل الحرب في العاصمة صنعاء، وهي الآن في قبضة الحوثيين سواء شركات أو جهازات رقابة أو حتى طبعا عمالة وموظفين مع الأسف، وبالتالي هذه هي العراقيل. ومع ذلك أيضا هناك بطء في اتخاذ القرار السياسي، وهناك عدم اهتمام الحقيقة في الجانب الاقتصادي، هو مهمل ومركون، والعمل الأساسي يتم التركيز فيه على قضايا ربما أحيانا تكون هامشية في المقارنة مع القضية الأساسية وهي القضية الاقتصادية التي تهم كل مواطن. نعم. الملايين من المواطنين الحقيقة يعانون، وهناك طيب. ربما إهمال الحقيقة. اعتاد نعم. المسؤولون الحكوميون عن أن يتحدثوا عن لدينا 20 مليون وعن أن الحوثيون قاموا بنهب ما يعني الاحتياطيات النقدية، ولكن إذا تمام نحن نعرف هذا الأمر الآن. أستاذ حسام يعني لا شك يعني هذا الحديث كل يوم من 3 سنوات. نعم. ونحن نتحدث عن هذه الجزئيات وأن الميليشيا نهبت البنك وإلى آخره، لكن الناس في الأخير تبحث عن حلول، يجب على الحكومة الشرعية أن تبحث عن حلول، وكنت أتمنى أن يكون معنا أحد في الحكومة الشرعية حتى يجيب على كل التساؤلات وأيضا يجيب للناس لماذا توعدون الناس على الرواتب ومن ثم يعني تتنصلون من هذه الوعود. اسمح لي أعود للأستاذ حسين الصوفي. أستاذ حسين، لو أخذنا مأرب نموذجا عن تواجد الدولة وضبط الأسعار ومتابعة ومراقبة من يتلاعبون في الأسعار في محافظة مأرب، كيف تتابع هذا الملف وأنت تسكن في مأرب وقريب ربما من الناس؟ أيوة، هو مأرب ربما نحن جميعا نلقي عليها اللوم والأنظار باتجاه مأرب، وهذه تعتبر من التحديات أمام السلطة المحلية في مأرب. يعني لو حسبنا في الجانب السياسي مثلا، كلما تعقدت الأمور لدى الحكومة ولدى حتى الرئاسة يتجهون باتجاه مأرب. لو حصلت أيضا أزمة في أمنية فيتجه الكل باتجاه مأرب. لو حصلت مثلا أزمة اقتصادية وغيرها تتجه الأمور باتجاه مأرب. اليوم حتى الرئيس السفير الجابر السعودي وصل إلى مأرب ويعني أعلن من هنا من مأرب تدشين يعني عمل إغاثي واسع وإعادة الإعمار، وبالتالي مأرب اليوم أصبحت على المستوى الفعلي على المستوى الحقيقي النازحون يتجهون إليها، الذين يبحثون عن الأمن من كل الشرائح ومن كل الأطراف ومن كل الاتجاهات يذهبون إلى مأرب. حتى الزوار من الصحفيين والوفود الأجنبية لا تأتي إلا إلى مأرب، لأنها وجدت أن مأرب هي ربما النموذج الوحيد في اليمن، ومع توفر يعني مناطق محررة كثيرة
طبيعة وظروف الإشكالية والتعقيدات التي فيها، وأيضا بذل الحكومة هناك جهود مشكورة، لكن تبقى مأرب هي المحافظة ربما النموذج الذي استطاعت الحكومة يعني على المستوى العام أن تفخر به كنموذج وجد فيه الأمن والاستقرار وأيضا نشاط كبير للمحافظ وأيضا الجهاز الإداري، لكن تبقى هناك إشكالية أن السلطة المحلية في مأرب لا تزال تعاني من الموازنة التي ربما لا تصلها بشكل المطلوب، يعني هناك توسع كبير لدى المأرب، هناك التزامات أيضا زادت عليها بشكل يفوق الخيار، ربما يعني عشرات ومئات الأضعاف عن الخدمات والبنى التحتية التي كانت لمأرب، وبالتالي انعكست هذه يعني طبيعة مأرب و مثلا طبيعة البنية التحتية التي فيها انعكست على المستثمرين الذين يأتون إلى مأرب ويفتحون محلات تجارية، هؤلاء يفتحونها بإيجارات غالية نتيجة العرض والطلب كما يفهمه الاقتصاديون، هناك شحة في البنية التحتية نتيجة يعني الوضع الذي كانت فيه مأرب من بنية تحتية، وهذه تنعكس بالتالي على المستهلك وعلى المواطن في الدرجة الأولى، وبالتالي هناك أعتقد أن السلطة المحلية في مأرب تقوم بجهد فوق قدرتها يعني فوق الخيال، إن كانت هناك قراءة منصفة لما تقوم به السلطة المحلية في كل الجوانب، ويبقى هناك سؤال كبير جدا عن غياب الحكومة واهتمامها بهذه المحافظة التي لا تزال الحكومة تفاخر بها وتعتبرها أنها نموذج حي أو نموذج راقي، نموذج للمناطق المحررة التي استطاعت أن تطرد الحوثيين وتعيد نفوذ الدولة ومظاهر الدولة. الحكومة ربما لم تسند محافظة مأرب والسلطة المحلية فيها بشكل يليق بجهود السلطة المحلية في مأرب، نعم، وتبعاتها التي ألقيت عليها نتيجة النزوح، نعم، وتكاليف الحالة الإنسانية. نعم أستاذة منال قائد من الحديدة، أعود لك بسؤال أخير في محافظة الحديدة، ومع يعني الوضع الإنساني الصعب، عدم وجود رواتب مع قدوم العيد، هل هناك ضبط للأسعار في هذه المحافظة أم الأسعار بصورة جنونية ترتفع دون حسيب أو رقيب في محافظة الحديدة؟ أعتقد المسألة سائرة بالتوازي في كل المحافظات، يعني لا فرق تقريبا، إحنا نعاني من كل الأسعار مرتفعة في الحديدة في صنعاء في كل مكان، وتيرة واحدة. أقصد لأن الحديدة ربما فيها الميناء وهو الشريان الوحيد الذي تبقى لميليشيات الحوثي، وعن طريق هذا الميناء يصل كل ما تريده المناطق الخاضعة على سيطرة ميليشيات الحوثي، أليس هناك من يعني تجاوز ما من يعني فرق حتى في يعني على الأقل في الأسعار أو توفير شيء معين للمواطن في هذه المحافظة؟ أسعار المواد الغذائية، أسعار المشتقات النفطية، أسعار هي أسعار موحدة بيننا وبين صنعاء بكل المناطق، ما فيش لو فهمت سؤالك بالطريقة الصحيحة مش عارفة. نعم طيب، شكرا جزيلا لك الأستاذة منال القائد الناشطة في المجال الإنساني، كنت معنا من الحديدة. وقبل العودة للأستاذ حسام والأستاذ حسين، سنذهب الآن مشاهدينا الكرام لمتابعة المادة المعلوماتية التي أعدها الزميل ودي عطاء عن الوضع الإنساني عموما بالتزامن مع العيد الرابع في ظل الانقلاب، نتابع. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، وفي المحور الأخير من هذه الحلقة من بين قوسين عن العيد الرابع في اليمن في ظل الحرب، أعود للأستاذ حسام السعيدي الباحث في الشأن الاقتصادي. أستاذ حسام، الآن إلى يعني أي مدى سيستمر برأيك الوضع الاقتصادي متدهور، وإلى أي مدى ستستمر الحكومة في التنصل عن دفع رواتب الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي؟ على الأسف
حين نتحدث عن 500 إلى 700 أو إلى مليون موظف فإننا لا نتحدث فقط عن هذا الرقم، إنما نتحدث عن ملايين آخرين يتحملهم الموظف ويتحمل أيضا إنفاقهم وإعالتهم، الإنفاق عليهم عفوا وإعالتهم. ومع الأسف أصبح الموظف بين خيارين أحلاهما مر، إما أن يكون عاملا بالسخرة وأيضا يتعرض للمضايقات في أعماله بشكل يومي من قبل عصابات الحوثي، أو أن ينزح إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. في تصوري أنا بأن هذه الحالة لابد أن يتم تدخل فيها عاجل من قبل الحكومة، وأتمنى الحقيقة أن يكون هذا التدخل في حال تم حسم معركة الحديدة بعدها مباشرة، ويتم الأمر يعني توزيع المرتبات على كل أنحاء الجمهورية اليمنية، لأن الحديدة شريان مهم، وأيضا ستحصل الحكومة بالمقابل على إيرادات كبيرة فيما بعد. المهم هو مواجهة الكارثة الإنسانية التي مظاهرها ظاهرة للعيان، والملايين من الناس الحقيقة أصبحوا في المجاعة فعلا، ولا نقول على شفا مجاعة. نعم. بالتالي نطالب بتدخل. نحن ربما لا نستطيع أن نقول أن هناك تدخل، لأن المشكلة في هذه الفترة أن القرار الاقتصادي مرهون إلى حد ما بقرار سياسي. نعم. ومع الأسف القرار السياسي أحيانا أيضا مرتبط بقرار عسكري، ومع الأسف أيضا فإن هذين القرارين مرتبطين أو ترتبط بعوامل، ليس بعامل واحد وإنما بعوامل مختلفة محلية وإقليمية، وبالتالي لابد من حل هذه الإشكالية. نعم. أستاذ حسام، نعم أستاذ حسام اسمح لي لأنه انتهى الوقت. انتهى الوقت أستاذ حسام، أريد منك في نص دقيقة فقط بعجالة، الوديعة السعودية الآن التي تم إيداعها في البنك المركزي اليمني إلى أي مدى ستسهم في تحسين الوضع الاقتصادي وانعكاسه بصورة مباشرة الآن على الناس؟ في قراءة سريعة، فإن توجه محافظ البنك المركزي إلى اعتمادات مستندية لدعم الأرز، مادة الأرز والقمح، ولدعم المستوردين لهذه المواد سيخفف الحقيقة من الطلب على الدولار في السوق المحلية، وسيخفض إن شاء الله تعالى حسب توقعاتنا من معدل التضخم، وسيساعد إلى حد ما في تراجع أسعار المواد الأساسية في حال نجح هذا التوجه واستمرت الآلية. ولكن يجب أيضا ألا يتم الاعتماد فقط على الوديعة السعودية، وإنما البحث عن مصادر أخرى. نعم، شكرا جزيلا لك الباحث في الشأن الاقتصادي الأستاذ حسام السعيدي، كنت معنا من اسطنبول. وعودة أخيرة إلى الأستاذ حسين الصوفي من مأرب. أستاذ حسين، الكلمة الأخيرة والرسالة الأخيرة للجهات المعنية، للحكومة، للمنظمات من أجل إغاثة الناس، تقديم الدعم للناس في هذه الظروف الصعبة، نختم بها منك. المواطن أعتقد أنه لسان حاله كما ذكرت أو كما ذكر من في الاستطلاع من تعز، أن أصبح شعار اليمنيين بلا استثناء العيد عيد العافية، يعني لم يعد يأبه بمثل هذه المناسبات. هم يخلقون الفرح بالتأكيد، لكن مظاهر العيد ليست مهمة بشكل كما هو معتاد. أيضا هناك أيضا جانب آخر، الجانب الآخر المهم الأهم ربما، المختطفين الذين في السجون من الصحفيين وغيرهم من شرائح المجتمع، هؤلاء أيضا وضعهم مختلف بشكل كلي، وهذه قضية قائبة عن الحكومة وأنشطتها وعن المجتمع الدولي. أيضا هناك أمام الحكومة تحديات يجب أن نحن لا نريد أن نبرر لها مزيدا من التبرير، وأيضا مزيدا من فهذه لا نفهمها نحن ولا المواطن، وعليها أن تدافع عن نفسها، وعلى الحكومة أن تبادر بشكل عاجل، يكفي ما مضى عليه أن تبادر بشكل عاجل بتشكيل الخلية لإدارة هذا الملف الإنساني والاقتصادي قبل أن تفقد يعني كل ثقة المواطنين أشكرك. بها، وهذا هي أمانة وضرورة ومسؤولية، ولا يجب أن تجر إلى الملف السياسي والتفاصيل بدون أن تكون عينها على يعني خدمة المواطن وأيضا إنهاء الانقلاب. الصحفي حسين الصوفي كنت معنا عبر الأقمار الصناعي من مأرب، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، في الختام لم يبقى لنا استعرض بعض آراءكم وتعليقاتكم حول موضوع الحلقة في صفحة البرنامج على الفيسبوك، ونقرأ بعضا من هذه التعليقات. صديق البرنامج الأخ أبو أنس السلماني يعلق: العيد عيد العافية، وعلى الميسورين أن لا ينسوا الفقراء والمحتاجين، الرحمة والعطف والتآخي لابد أن يكون شعارا لنا، جود من الموجود وامسح دمعة يتيم أو مسكين، أقاربكم أرحامكم جيرانكم أولى بالمعروف إن كانوا من أهل الحاجة. أبو أنس السلماني. رأي آخر من صديق البرنامج الأخ أبو ريان: لا يوجد انقلاب في مأرب، أيضا لا يوجد رئيس. لا يوجد انقلاب في عدن، أيضا لا يوجد رئيس.
لا يوجد انقلاب في حضرموت ولا يوجد رئيس، لا يوجد انقلاب في سقطرى ولا يوجد رئيس، لا يوجد انقلاب في 80% من أراضي اليمن ولا يوجد رئيس. كل ما هو موجود في اليمن هو الاحتلال. كيف سيقضي الناس العيد بدون انقلاب، بدون رئيس، بدون رواتب في ظل الاحتلال؟ احتلال ماذا؟ لا أعرف ما الذي يقصده أبو ريان. الأخ عبد الله أحمد القبلي، حرام والله، المفروض الحكومة تصرف رواتب الناس مش يفعلوا مشاريع وهمية والشعب يموت جوع. عبد الله أحمد القبلي، ونكون بهذا الرقم وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من بين قوسين. ختام الحلقة تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل ودي عطا والزميلة إلهام عامر، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقة جديدة من بين قوسين بنفس الموعد ونفس الزمان. السلام عليكم.